مثل هذه المنطقة الجغرافية في قطاع غزة. وفي هذه الحرب منذ أن بدأت بالفعل، نحن أنا خرجت من البيت ولم أرى أهلي نهائيا حتى ودعتهم يوم استشهادهم، وحتى التواصل كان تواصلا قليلا جدا. ولذلك هذه تضحية كبيرة جدا كانوا يقومون بها، يعني في أصعب اللحظات التي يحتاجوني أن أكون بينهم ويعني أوفر لهم بعضا من الأمن وبعضا من الأمان، برمزية الأب وقوة الأب ودور الأب ومكانة الأب، هذا مفقود في أسرتي. ولذلك هم يعني ضحوا بهذا كله وأشياء أخرى حتى أستمر أنا على رأس عملي وأستمر في حمل هذه الرسالة. في مثل هذه اللحظات يجب أن أكون وفيا لما ضحوا من أجله، وأن أعود سريعا إلى العمل إلى الكاميرا، لأنه أنا متأكد لو سألتهم لقالوا يتوجب عليك الاستمرار. صحيح أنه يمر عليهم لحظات يقولون أين أنت، يجب أن تبقى عندنا وما شابه. بطبيعة الحال من صعوبة الظروف وقساوة الظروف وكل ما يشاهدونه من خطوب، ولكن في نهاية المطاف هذا أمر محسوم ومتفق عليه. ولذلك يعني أنا شعرت عندما أعود سريعا إلى الكاميرا وأمتشك يعني أمتشك الميكروفون أيضا أمام عدسة الكاميرا، أشعر بأنني بالفعل يعني أكون ساعتها في لحظة وفاء لدماء زوجتي وابني وبنتي وحفيدي وابني حمزة وزميلي سامر أبو دقة. أخي وائل.